اللي انت بتسمعه ده؟ يا ماما ما تخلي الواحد يفك عن نفسه شويه. يفك عن ايه يا واد؟ ها؟ ايه هو اللي يفك عنه؟ قول لي، ما هي افلام السبك دي هي اللي بوظتكم. في نبيله. نبيله؟ ولا ما جاتش عليا. دي جت. بطل اللي انت بتسمعه ده، العيال بتقلدك. يا بلبله، هو في احلى من الشعبي؟ انت قدوه بتاع النجفه. ايه؟ كل عايز كورن فليكس. كل ترجع عايز كورن فليكس. ملك اوعي تعملي كده. ازيك انت؟ ايه الدوشة الرهيبة اللي عندكم دي؟ عاملين حفلة ولا ايه؟ لا يا سيدي، فرع عندنا انا واهلي. اه فرع. هاي يا مدام ناني. هاي يا مدام اكرم. خلود، ايه ده؟ انت الفار لعب في عينك ولا ايه؟ اكرم، الفار هزاني وبهدلني قدام العيال. شوف لك حل. تقلقش تقلقش. هو ايه معقولة كده؟ من غير القط تلعب يا فار؟ طيب 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 خلاص. اديني يا ملوكة ادوات الصيد دي. معلش يا جماعه، سوري. ما هي بتبقى كده يعني، الفار بيبقى في عبك ويقسم لغيرك. انا جيت اهو عشان استلم الوردين. اه كويس انك جيت، احسن ماما انا سايبها من الصبح تعبانه والله. حتى جبت الدادة معانا عشان تشيل اسر. يلا باي. باي. على فكره، ابقى بص على عمر الكابتن من شويه، بستفه بستفه جامده جدا. قلت له لما مامته تيجي ابقى احكي لها، بس انا ما قلتلكيش حاجه احسن. ولد يقول لي يا فتان. يلا معاكوا ربنا. اتفضلوا، انتوا بتتمرنوا مع الكابتن ضمحة الوحش. انا كنت باخد غطس من هنا اطلع في اولمبياد بكين. انتوا عارفين اللي هيلمس بعد 37 ثانيه هتبقى ليته ايه؟ سودا. اتفضلوا اغرقوا اغرقوا. ميرسي يا فندم، ذوقك في الصابون الصيفي يجنن يا فندم. مستنيين السينيهات بتاعت الشتاء، يا ريت حضرتك تتمرني معانا.